GFX Academy. الدرس ده هوضح لك في المنطقة بتاعة أدوات الرسم. شوف يا سيدي معايا، عندك أدوات الرسم عندك هنا كتير قوي متشابهة في جميع برامج الديزاين. لما بتلاقي عندك حاجة زي كده، شايف السهم الصغير قوي ده اللي على اليمين، يبقى هنا في كذا حاجة في الحتة دي. لما لو ضغطت ضغطة طويلة شوية بالماوس بيظهر لي حاجتين. لقيت حاجتين هنا، يبقى صح كده. هنا أشوف هنا كام حاجة، ضغطة طويلة شوية حاجتين، فين؟ أهو، ضغطة طويلة شوية 4 حاجات، هنا 5 حاجات، وهكذا بالنسبة للتول بارز. دي حاجة. الحاجة التانية، لما باجي بروح على أي حاجة من دول وبشاور عليها كده، بيظهر لي الاسم بتاعها والشورت كات كمان بتاعتها من الكيبورد. يعني هاخدها من أول، مثلا لو أنا عملت كده، ده اسمه السيلكشن تول. الشورت كات بتاعته مكتوب أهي، في من الكيبورد. طيب يعني أنا دلوقتي مش مختار حاجة، أنا مختار ده. طيب هدوس في على الكيبورد. فعلا. طيب الحاجة التانية ايه؟ سب سيلكشن تول. الكلام ده كله هناخده بالظبط، بس هدوس ايه من الكيبورد. طيب ده اسمه ايه بقى؟ الفري ترانسفورم تول، يبقى الكيو. اختار كده، هدوس على كيو. تمام، لو ضغطت ضغطة كبيرة، لو ضغطت هنا بختار وبلاقيه الشورت كات بتاعتها الاف، يبقى اف وكيو. طيب ده هدوس على الدبليو، ده اسمه 3D روتيشن تول، بيبقى بيديك احساس. طبعا الفلاش مش برنامج 3D، بس هو بيديك الاحساس بتاع 3D، بيبدأ يعمل لك طبق لك شوية حاجات كده ابعاد على الاوبجكتات، وهناخدها بالتفصيل ان شاء الله. بضغط هنا برضو، في هنا جي، وهكذا. بالنسبة للحاجات دي لازم تبقى عارفها. الفي مهم قوي، التي تكست، اختصار تكست لو انت بتعرف انجليزي، اول يعني معناها كلام، يعني تكست، يبقى تي. هنا الريكتانجل تور او المستطيل، يبقى بالار. هنا الان، وهكذا بالنسبة للتول بارز. السلام عليكم.